وكان يجي لحظة المواجهة هون بدك ترجع تواجه الحقيقة، تجي لعندك أمك، تجي لعندك رفيقتك، بيك، خيك، كل قديه كانوا يشوفوك. هلا هو بالسجن كان عندك تلاتة خميس سبت كان أيام المواجهة، بدك تجيب إذا أنت موقوف يعني بعد ما انحكمت بدك تجيب ورقة من العدلية أنه فيهم يشوفوك. وإذا كنت محكوم ساعتها العائلة القريبة يعني مرتك، ولادك، أهلك ما بدهم ورقة لا يشوفوك، بيفوتوا دغري لعندك. فيهم يفوتوا ثلاث مرات بالجمعة يعني؟ فيهم يفوتوا ثلاث مرات بالجمعة. بس أنت كان بدك يعني أنت عم تقلي كل ما كان في مواجهة ترجع تتذكر الحياة. At some point حسيت أنه خي ما بدك تعرض على حالك هيدي الـ reality check. أكيد. بس آخرة النهار أنت ما فيك تقلها لأمك شو بدها، هي بتعمل مثل ما هي بدها. وبعتقد هذا كان أحسن شيء أنا قطعت فيه. أنا علاقتي مع أمي ما كانت هالقد متينة وقوية when I was outside prison، مثل كل الناس يعني بتعرف رافض العيلة وبدك تروح وفين حالك شو عم تعمل. هونيك صرت أنا هول الأيام قدرون انطر لتوصل أمي لعندي، بس كنت أكره أنه تجيب لي غراض معه لأنه بعرف أنه عم تتعذب بين كل هالتفتيشات لتوصل لعندي وتحملهم وكل هالعذاب، وكنت اتطلع عليها شوفها هي وجاي لعندي وكنت كان يحترق قلبي قد ما خانقة وقلها يا عم إذا بتجيبي لي مش حيخدهم منك بقى. الأم ما فيك يعني ما في there's no reasoning there's this love at that point. وبعتقد أنا my mom أمي كانت الـ number one support تبعي. ثلاث أيام يعني بتذكر كل نهار إجت لعندي من أول يوم لآخر يوم ثلاث أيام بالأسبوع، وحتى مرة بعد شي ثلاث سنين كل جمعة كل جمعة كل جمعة تيجي كل جمعة ثلاث أيام. واو. وإذا في أكتر كانت تيجي أكتر. شو اللي خلق؟ ابنة. ليك ابنة. وبتذكر حتى مرة كان بدها تسافر، كانت رايحة على الهند تدو مثل هيك ريتريت شوي هيك روحاني، وكانت تعبانة كتير أمي بوقتها، كان بعد قبل ما تتوفى أم ستة، فهي كانت عم تقطع بمرحلة صعبة. وإيش بتذكر إيش قلت لي علي أنا تعبانة كتير بدي أطلب منك شي. قلت لها شو بدك تطلبي مني؟ ما شو فيني أعمل لك أنا جوا؟ قلت لي بديك تقلي إنه فيني روح على هند شهر. قلت لها شو عم تسأليني؟ إنه كيف بدك تسأليني هالسؤال؟ أنا I owe you but you don't owe me anything. فوقتها قالت لي انه لا انا اي فيل انه ما فيني فل من هون. قلت لها لا فلي، انا بعيش شهر بليك انه معلش جو انجوي دو ات، انت استفيدي منها للشغله، رايحه بالك شوي، صار لك 3 سنين بتجي لعندي. فعن جد وقتها العلاقه اللي بنيتها مع امي بهالمرحله يمكن خلتني سير هالقد مرتاح وليد باك، وعن جد بفكر بالشي قبل ما خانقه، لانه هيدي كانت امي كانت هالشخص يلي دايما كانت تقلي علي روق فكر. طب ما انت هون اليوم بدك تواجه الحقيقة، you have to live بالحقيقة اللي انت عايش فيه، ما تعيش بالوهم، ما تكذب على حالك وما تبهر الامور اكتر مما هي. انت اليوم بالحبس شوف كيف بدك تعيش وعيش. وماي ماذر انا بعتبرها she was a guru for me for a very long time، يعني هيدا الشخص الروحاني يلي كانت حس الدنيا بهالربع ساعة it was right، وكل شيء تاني كان زبالي، وكنت انهر وقت ما اشوفها تحمل كل هالغرض. بس حظك حلو اكيد، لانه في اهل ما بيروحوا بيشوفوا اولادهم. اكيد ما فيهم في اهل ما بيشوفوا لانه بيقولوا انه انا ابني او بنتي بالحبس ما بتطلع فيهم بقى. وفي عندك ناس لانه ما قادرين.